السلام عليكم، معكم دكتور أحمد عبد الرحيم، أخصائي علاج الآلام المزمنة من داخل عيادة كنانة التخصصية. النهاردة هنتكلم عن متلازمة النفق الرسغي، هي الكاربرتين سندروم. يعني متلازمة النفق الرسغي أو الكاربرتين سندروم هي عبارة عن متلازمة نتيجة إن أحد الأربطة الموجودة في منطقة الرسغ بتضغط على العصب الأوسط الميديان نيرف اللي بيغذي صوابع اليدين. طب الأربطة دي ليه موجودة؟ هي ليها وظيفة الحماية، لأنها بتحمي أوتار العضلات اللي بتعدي تحتها بالإضافة إلى الميديان نيرف أو العصب الأوسط. الناس اللي عندها المتلازمة دي بتشتكي من إيه؟ بتشتكي من تنميل في صوابع اليد، الإبهام والسبابة والأوسط ومنتصف الأصبع الرابع، وأحيانا ممكن يشتكي المريض من ألم في الدراع كله نتيجة مسار العصب الأوسط اللي بيجي من الرقبة لغاية اليدين. العلاج بيعتمد على درجة هذا الاختناق، هل هو درجة بسيطة متوسطة أو درجة شديدة. الدرجة البسيطة بتتم من خلال مسكنات ومقويات أو مغذيات ومقويات الأعصاب. الدرجة الوسطى بيتم عن طريق حقن العصب تحت جهاز الأشعة والسونار الموجات الصوتية. الدرجة الثالثة أو الدرجة الشديدة، هذه الدرجة بيتم التعامل معها في البداية بالحقن وتنظير حراري، وفي حالة الفشل يتم اللجوء للعمليات الجراحية.